أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم جه وقتك، حلقة جديدة. بنصلي إن ربنا يباركنا النهاردة ويدينا استخدام خاص. سعدني جدا النهاردة وبيشرفني إن أقدم صديق عزيز اتعلمت منه في حياتي كتير جدا وما زلت أنا بتعلم، حضرة القسيس أمجد خليل. أهلا وسهلا بحضرتك في الحلقة. أهلا بك حضرة القسيس وأهلا بكل السادة المشاهدين. النهاردة موضوع الحلقة بتاعنا أعتقد أنه بيهم عدد كبير جدا من السادة المشاهدين. احنا النهارده شعار الحلقه اسمه لحد امتى؟ لحد امتى اسامح؟ لحد امتى اغفر؟ لحد امتى استحمل ناس بيقدموا ليا اساءات بشكل متكرر؟ لكن حابب قبل ما نتكلم في اي حاجه ان احنا ادعو كل الساده المشاهدين نغمض عينينا لمده دقيقه واحده ان احنا نطلب طلبه خاصه وواضحه جدا من ربنا النهارده ان يدينا كلام خاص جدا، مش عايزين تبقى مجرد حلقه تعودنا ان احنا نسمعها وخلاص، لكن نكون بننتظر رساله واضحه من ربنا لينا النهارده تكون بتشفي اعماقنا وجروح كتيره موجوده جوانا. فخلونا كلنا نصلي مع بعض. يا الهنا الامين الغالي يا رب، من كل قلب نشكرك ونعظمك لانك الهنا الصالح وراح حياتنا الامين. يا رب نشكرك ايضا لانك المعلم الصالح، عشان كده رب جئنا جميعا النهارده عند قدميك عشان نتعلم منك يا رب النهارده، فتنازل الينا وافتح يا رب ايديك فتشبع كل حي رضا. صلي يا رب لك ببركه خاصه لعبدك من يتكلم النهارده الاسيس امجد يا رب، اديله مسحه الروح القدس، كلام نعمه يا رب يخرج من فمه. يا رب ارسل كلمتك النهارده عشان تشفي اعماق كثيره مجروحه متالمه تجاه يا رب اساءات يا رب موجوده من سنين. يا رب انا بصلي النهارده لاجل كل حد بيتفرج يا رب علينا ان النهارده يكون في شفاء جديد، تكون رساله خاصه لكل حد موجود النهارده. شخصك كل اكرام وكل مجد. امين 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 يا حضره القسيس. اتوقع بركه واستخدام خاص النهارده من ربنا في اسم يسوع. لحد امتى؟ خلينا كده قبل ما نبدا ونتكلم في اي حاجه، حضرتك شايف ان السؤال ده مشروع اساسا؟ يعني ينفع ان احنا نسال لحد امتى؟ ينفع اسال ربنا اقول لحد امتى؟ يعني ينفع اسال كده وانا لغايه امتى افضل يحصل معايا الكلام ده؟ في البدايه حضره القسيس خلينا نعرف انه مشروع جدا جدا انه اي واحد فينا يقول لحد امتى، بس في فرق بين لحد امتى بلغه العتاب والعشم ولما يكون لحد امتى بلغه التذمر والتصلف وعدم الرضا. ممكن اقول لك لحد امتى انا منتظرك لاني بحبك وعشمان فيك ومنتظرك، فصعبان علي انك تاخرت عليا، فقول لك يا سيس لحد امتى؟ وممكن اقولها لك وانا بشوح، لحد امتى انت بتعمل كده؟ لحد امتى بتستهتر بيا؟ بالظبط كده. ففي فرق لما بقول لك لحد امتى لان انا بحبك وصعبان عليا منك لاني عشمان فيك، ولما اقول لحد امتى انا مش عاجبني اللي انت بتعمله معايا. متذمر. بالظبط. والكتاب المقدس حضر القسيس في شخصيات كتير جدا وكلهم قديسين، كلهم رجال اكارم وافاضل، في يوم من الايام بسبب ضيقه بسبب مرض بسبب احتياج جه عليهم وقت قالوا للرب لحد امتى، كل واحد قالها بطريقته. خليني اخد مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بسرعه كده سبع شخصيات في الكتاب المقدس. سبعة. والسبعة تلاقيهم كلهم حضرتك ناس محترمين جدا في الكتاب. سألوا لحد امتى؟ هم السبعة قالوا لحد امتى. أشهر واحد قال له لحد امتى قالها له إلى متى؟ إلى متى؟ ده كان داود مزمور 13 يقول الكلمة دي أربع مرات، في أول عدد يقولها مرتين وفي تاني عدد يقولها مرتين، يقول في مزمور 13 إلى متى تنساني كل النسيان؟ مش بس كده، إلى متى تحجب وجهك عني؟ رقم واحد أنت نسيتني تماما، أنت أخرجتني خارج حساباتك. مش بس أنت نسيتني، ده أنت كمان مش باصص لي، مش مركز معايا. إلى متى تحجب وجهك عني؟ وبسبب أنك نسيتني تماما وبسبب أنك حجبت وجهك عني حصلوا مشكلتين. المشكلة الأولى في العدد اللي بعده، إلى متى أجعل ضيقا هموما وجعا ماله ده كله؟ قال في قلبي لا ينقطع. فبقى في ضيق وألم في داخلي. والمشكلة اللي بعدها كمان، إلى متى يقول عدوي إني قد قويت عليه؟ فأنت بتخلي حتى الشيطان والأشرار والخطاة يقولوا هو فين ربنا في حياته. فداود حضر القسيس جه عليه وقت قال له إلى متى تنساني كل النسيان؟ مش بس داود لكن كمان حبقوق. ده داود كتب سفر، يعني كتب حوالي 72 مزمور. لكن الراجل ده كتب سفر من 3 إصحاحات، سفر حبقوق. تاني آية في السفر يقول له إيه؟ حتى متى يا رب؟ يعني إحنا شعرنا النهاردة لحد إمتى؟
داود قال له إلى متى؟ حبقوق قال له حتى متى؟ وشوف حضرتك التسلسل، بيقول له إيه؟ حتى متى أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص؟ وشوف حضرتك أول عدد أنا أدعو، لكن العدد الثاني أنا بعمل إيه؟ أنا بصرخ. لما دعيت ما سمعتش، فاضطررت أن أعمل إيه؟ أن أصرخ، أنا بعلي لك صوتي. فداود قال له إلى متى تنساني كل النسيان؟ حبقوق قال له حتى متى أدعو وأنت لا تسمع؟ واحد تاني في مزمور 73 مشهور اسمه أساف، أساف يقول له لولا قليل لزلقت خطواتي، إنما صالح الله لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي. لولا قليل لزلقت خطواتي، ليه؟ قال لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. أنا مش شايفك، أنا شايفك بتكرم الشرير، بتكرم الناس البعيدة عنك، وأنا اللي بعبدك، وأنا اللي بخافك، وأنا اللي بتقيك، الدنيا كلها متلخبطة معايا. بس اسمح لي حضرت الأسيس، هل أنت بشايف أن دي مش لغة عتاب لكن تذمر؟ أعتقد يعني حتى لو حضرتك كملت المزمور يقول كده في عدد 13، حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. يعني أنا مشيت معاك واتبعتك وكل حاجة وده باطل على الفاضي، زي ما قلت حضرتك ده في عدد كام؟ عدد 13. بس في عدد 16 يقول ايه؟ حتى دخلت مقادس. مقادس، تمام. اذا هو ده كان قبل، هو كان صعبان عليه. هو طبعا عتاب الى حد ما، صوته عالي شويه، مش عتاب الى يعني مش عتاب رقيق، لا في عتاب يعني صعبان عليه بزياده. بس لما دخل جوه اعتذر، قال له صرت كبهيم عندك. فعلا قدم اعتذار للرب. اذا داود قال له الى متى تنساني؟ حبقوق قال له حتى متى أدعو وأنت لا تسمع؟ أساف قال له زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. حتى مين كمان؟ في إشعياء 49:14 يقول وقالت صهيون الرب قد تركني وسيدي قد نسيني. ربنا نسيني، ربنا مش بيفكر فيا. ده على الأقل حبقوق شخص، وداود يعني شخص إنسان، وأساف إنسان، لكن صهيون دولة، أمة شعب بحاله بيقول أنه قد تركني، أن الرب قد تركني وسيدي قد نسيني. مش بس دول، لكن كمان في يوم من الأيام أيوب، أيوب في السفر بتاعه يقول للرب الكلام ده، يقول له حتى متى لا تلتفت عني؟ ليه حاططني في دماغك؟ أبحر أنا أم تنين؟ هو أنا بحر ولا أنا تنين؟ أنا أستحمل ده كله، لماذا لا تتركني ريثما أبلع ريقي؟ يا رب حاططني ليه في دماغك؟ عمال تخبط تخبط، خدت الأولاد، خدت البنات، خدت الجمال، خدت البقر، خدت الصحة، خدت كل حاجة، أنت ليه؟ لغاية إمتى؟ لماذا جعلتني عاثورا لنفسك، لرجلك؟ ماذا فعلت لك يا رقيب الناس؟ عمال تخبط فيا، بتعمل معايا كده ليه؟ مش بس كده، مين دايما حضر أسيس بنسميه في الكتاب النبي الباكي؟ أرميا. أرميا نبي رقيق المشاعر. بس حتى أرميا النبي الرقيق المشاعر جه عليه وقت وقال للرب في إرميا 12 أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك، صعبان عليا، أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، أنت زرعتهم فأصلوا ونموا وأثمروا ثمرا. كتب سفر اسمه المراسي يقول أنا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور. قال كلام صعب. مش بس إرميا، مريم ومرسى في يوم من الأيام قالوا للرب يا سيد لو كنت أنت هنا لم يمت أخي. أنا مش عارف قلت كم شخصية من السابعة، لكن عايز أقول لحضرة القسيس اللي خلى الناس المحترمة العظيمة دي قالت له لحد إمتى؟ مستكترها عليا؟ مستكترها على حضرتك؟ مستكترها على ملايين اللي بيشاهدونا النهاردة، اللي عنده مرض واللي عنده أزمة واللي عنده ضيقة؟ وارد جدا نعتب على ربنا من محبتنا ومن عشمنا فيه. إذن السؤال مشروع جدا. طيب حضرة القسيس، أنا أكيد السادة المشاهدين سمعوا كتير جدا عن موضوع الغفران، وإزاي أسامح وإزاي أستحمل وكده. تمام. أنا حابب النهاردة أكون اتجاه الحلقة كلام واقعي جدا. تمام. ما يكونش كلام من ريبتال، سامحني على منابر حضرتك قسيس وأنا قسيس وأنا عارف. تمام. وإن لما الناس تيجي على أرض الواقع تحس إنها مش قادرة إنها تعيش الكلام ده. بالظبط. خاصة التعليم، سيد المسيح تعليم سامية جدا. وانا حتى في اوقات كتيره لما في الكنيسه بوعظ عن الغفران، الناس بعد الخدمه بتيجي تقول طب حضره القسيس، طب يعني الكلام حلو قوي، سهل جدا انه يتقال على منبر، لكن لما اجي انزل في ارض الواقع بحس اني مش قادر اعيش الكلام ده ولا انفذه خالص يعني. تمام. وخاصه العالم اللي احنا موجودين فيه بيصدر روح من النبذ والكراهيه وعدم المحبه،
فكمان ماشي يعني شعار ان العين بالعين والسن بالسن، وناس تمام. بتقول لي طب ما ده كلام الكتاب المقدس، ما يعني ده برضو كلام وتعليم الكتاب المقدس، تمام. ما بيقول السن بالسن والعين بالعين، تمام. ليه ما اخدش حقي؟ بالظبط. فانت شايف ازاي ان الكلام ده يتجسد على ارض الواقع؟ أشكرك حضرة القسيس على السؤال ده، لأنه فعلا إحنا هدفنا يكون كلامنا كلام عملي، مش قاعدين في استوديو نظري بنوعظ الناس، ناس بالظبط شبعانة كده. وعظ. بالظبط بص حضرة القسيس، الرب يسوع لما جه أكتر كلمة كررها في الموعظة على الجبل: سمعتم أنه قيل لكم، أما أنا فأقول. فأقول. وعلى فكرة ما كانتش بس دي الكلمة الصدمة في الموعظة على الجبل، ده أول آية في الموعظة كانت صدمة، لأنه لو حضرتك والسادة المشاهدين يتذكروا أول حاجة قالها في الموعظة 9 تطويبات: طوبة طوبة طوبة. وكانت أول طوبة طوبة للمساكين بالروح، بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبة للحزانة لأنهم يتعزون. طوبة للمساكين، للجياع، للعطاش، للمطرودين. إزاي الكلام ده؟ أنت بتطوب الناس اللي ما حدش بيقدرها ولا يحترمها، فغالبا لما ألاقيهم صدموا الصدمة دي بدأ يقول لهم إيه؟ سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول. أما أنا سمعنا إيه؟ قال سمعتم أنه قيل عين بعين، سن بسن. أما أنا، كلمة أما أنا بتقول ببساطة إنه تعاليم الرب يسوع لكي ما نطبقها، لكي ما ننفذها، نحتاج إلى قوة من الرب. يكذب بحضرة القسيس من يقول أن تعاليم المسيح سهلة. تعاليم المسيح سهلة جدا وصعبة جدا. سهلة جدا على واحد ليه علاقة مع الرب، ده يقدر يقول مع الرسول يوحنا: ووصاياه ليست ثقيلة. ليه مش ثقيلة؟ أصلا أنا بحبه، أصلا أنا شبعان بيه. الشخص اللي يشبع بربنا ويتملي بيه سهل عليه جدا يعيش حياة الرب يسوع، لكن الشخص البعيد عن الرب مش هيقدر يعيش هذه الحياة. الناس دايما تقول إيه؟ تعاليم الناموس أثقل وأصعب من تعاليم النعمة. لا بالعكس، اللي ركز في كلمة الله يدرك أن تعاليم النعمة أصعب من تعاليم الناموس. فعلى سبيل المثال، الناموس بيقول لك لا تقتل، لكن النعمة قالت لك إيه؟ ده أنت لو قلت لأخوك يا غبي أنت كده، أنت كده قتلته، مستوجب الحكم. الناموس بيقول لك لا تزني، النعمة قالت لك لا لا تنظر. إذن النعمة في التعاليم أصعب. أمال ليه بنقول النعمة أفضل وأعظم؟ علشان ببساطة الناموس وضع الوصية ولم يعطنا كيفية تفعيل الوصية والانتصار على الخطية، لكن النعمة رغم أنها وضعت تعاليم صعبة لكن أعطتنا مقومات تنفيذ. المقومات 3 مقومات: رقم 1 العلاقة مع الرب، أنا لما بحبه، أنا لما بشبع بيه، أنا لما بتلامس معه، أنا لما بتقابل معه، ده بيخليني عارف أعيش الحياة. رقم 2 الروح القدس، الروح اللي فينا بيعطينا حياة، بيعطينا نعمة، بيعطينا تعزية. رقم 3 الكلمة، لما بنشمع بالكلمة بنقدر نعيش اللي احنا بنسمعه في كلمة الله. جميل يا عزيز. في تليفون معنا من الأخ عادل من أسيوط، اتفضل. أخ عادل اتفضل حضرتك على الهواء. ألو. أهلا وسهلا. أيوة أخ عادل أنا سامع حضرتك. أيوة يا فندم أنا سامعك. الو حضرتك ممكن تكلم التليفون وتوطي التلفزيون عشان نقدر نسمعك. حضرتك على الهواء يا اخ عادل. الو ايوه اخ عادل حضرتك على الهواء اتفضل. الو واضح ان في حاجه مشكله في طيب معانا بنت الرب من القاهره، اتفضل. اتفضلي يا فندم. الو الو غالبا اتصال اتقطع او حاجه. طيب احنا زي ما قلنا ان احنا شعار الحلقه بتاعنا لحد امتى، واساسيا هنتكلم عن فكره لحد امتى اغفر. عايز حضرتك توضح لنا كده مفهوم الغفران ببساطه شديده لحد النهارده من الساده المشاهدين بيتفرج علينا، واحنا بنقول له ان انت المفروض تغفر ودي تعاليم المسيح اللي هي بيدعو ليها. فلما نقول له انك تغفر يعني يفهم ايه؟ يعني ايه اغفر؟ اغفر زي ما قلت لحضرة القسيس هي مش مجرد اني اقول كلمه انا غفرت. انا كتير قلت انا غفرت، بس اللي غفر اللسان اللي من بره، اللي غفر كلمه انا قلتها، لكن انا في الداخل اتكونت جوايا مراره. ليه؟ حصل جرح. حضرتك اهنتني، حضرتك
عملت امر معين، فانا بقى جوايا جرح. الجرح ده لو ما اتشفاش في نفس اللحظه بيفضل بيكبر 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 لغايه ما يكون حاجه اسمها المراره. والمراره دي بتترسب في حاجه اسمها اللاوعي. فاللاوعي يخليني ممكن نسيت الموقف، لكن اول ما اشوفك تقلب المواجع تفتح المراره. اول ما افتكر سيره معينه بترجع المراره تاني. وممكن اسامح، انا خلاص اقول لك نسيت الموضوع انتهى، بس لو حد فكرني بيه كانه حصل دلوقتي. الغفران انه الله يخلصني، مش مجرد اني قلت كلمه وخلاص كلمه عابره، لكن الغفران اني انا من جوايا اتشفي. والحقيقه ما بتشفيش الا لو الرب لمسني. وعشان ربنا يلمسني وعشان اقدر اغفر انا محتاج نعمه من الرب. مش عيب ابدا يا قسيس ان انا اصلي واقول له انا مش قادر اغفر، انا الجرح كان كبير. بس انا بشعر كمان في حاجه حضرتك القسيس، بحس ان المشكله ان في اوقات كتير احنا مش بنقدر نتمتع بغفران ربنا لينا. فده بيبقى عائق كبير جدا ان احنا نغفر اللي حوالينا. ايه رايك؟ بالظبط، عشان كده بنعتبر انه عدم الغفران نوع من انواع الكبرياء. أوكي. انت مش بتغفر، طب ما انت بتغلط وانت عايز برضو اللي يغفر لك. واحنا في الصلاه الربانيه بنقول له واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. لو انت ما بتغفرش يبقى بلاش تقول العباره دي، لان انت بتقولها وانت ما بتغفرش. بس عشان اكون برضو امين، الغفران مش حاجه بالريموت كنترول. مش بدوس على زرار انا بغفر. لا، الموضوع يحتاج نعمه من الرب ويحتاج مني صلاه. ويحتاج اعرف حاجه برضو، انه الانسان مهما كان هو انسان معرض للخطا، معرض للضعف. ولو انا غفرت انا بشجع الشخص اللي قدامي يبقى كويس، بشجعه ما يغلطش. لكن لو انا ما غفرتش وقفلت عليه انا ممكن اصيب الشخص اللي قدامي بالياس، وبدل ما يتوب يعمل ايه؟ يتمادى في تكرار هذا الخطا. انا عايز بس ارجع مع حضرتك للايه اللي استخدمتها في الصلاه الربانيه. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين. في ناس كتير بتيجي تسالني تقول لي يعني انا معنى كده لو غفرتش ربنا مش هيغفر ليا؟ طبعا. يعني هي الايه دي شرطيه فعلا؟ طب اقول لحضرتك يعني تاكيد، طالما حضرتك اتكلمت في الجزئيه دي يا حضره القسيس، الصلاه الربانيه لما نقراها الرب بعد ما خلص الصلاه كلها ما علقش على ولا كلمه في الصلاه الا العباره دي. بعد ما قال لك الملك والقوه والمجد قال ايه بعدها؟ لانه ان لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم ابوكم السماوي ايضا زلاتكم. اذا الله ربط غفرانه لينا بغفراننا لمين؟ للآخرين الذين هم من حولنا. يعني هو تحدي صعب في الحقيقة. طبعا طبعا. يعني وحد قال تفسير تاني برضو عايز أخد رأي حضرتك فيه، أن بيقول أن لو أنا معرفتش أغفر للناس اللي حواليا معناها أن أنا ما عنديش أساسا غفران من ربنا. يعني بالزبط. ما اختبرتش أساسا الغفران. بالظبط بالظبط. لكن شيء وعلامة أساسية أن أنا بقدر اغفر للناس اللي حواليا انا اختبرت غفران ربنا بشكل كامل. بالظبط. طيب حضرة سيس عايز اقرا جزء كده في الكتاب مع حضرتك. اتفضل. وهستاذنك تقرا لي جزء برضه. امين. كل سرور. الجزء اللي انا هقراه موجود في انجيل البشير متى واصحاح 18 وعدد 21 و22. سطر لنا البشير بالوحي المقدس هذه الكلمات. اتكلم عن بطرس لما تقدم للرب وساله. فبقول حينئذ تقدم اليه بطرس وقال: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. ده جزء موجود في إنجيل متى. أستاذنك الجزء اللي حضرتك تقراه في رسالة بولس لروميا وأصحاح 12 وعدد 18. روميا 12. روميا 12 عدد 18. عدد 18 يقول الرسول بولس: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. الجزء الأولاني بطرس بيسأل الرب. بيقول له لغاية يعني لحد إمتى أقدر إن أنا أكون بغفر لأخويا. تمام. وبطرس يعني شايف إن شطارة منه يروح يقول للرب إيه الى 7 مرات يعني. وده عدد الكمال يعني. حاسس ان هو كده من يعني. وقال الطب. لكن الرب هنا صدمه بحاجه تاني، بيقول له السبعه بتاعتك دول ايه؟ قليلين. في 70 مره. في 70 يعني اعتقد هنا يعني دي حاجه مجازيه الى ما لا نهايه. بالظبط. في الجزء اللي حضرتك اتفضلت وقريته بيقول ايه؟ اذا كان ممكنا لو كان ممكن يعني
بحسب طاقتكم، وكل واحد طاقته بتختلف عن الاخر. تمام. سالموا جميع الناس. انت شايف ان في اختلاف او تناقض ما بين النصين؟ هو يبدو حضر السيس ظاهريا وسطحيا انه في تناقض. الرب يسوع يقول لا ده انت لازم تغفر الى ما لا نهايه، لكن بولس يقول على قد ما تقدر بقدر طاقتكم سالموا جميع الناس. هنا فعلا تحس انه في تضارب، واحد بيقول الرب لكل المجد بيقول اغفر دايما، وبولس بيقول على قد ما تقدر. بيزول اللبس والتضارب ده لما ناخد بالنا من حاجه. بطرس لما راح للرب يسوع قال له ايه؟ الى كم مره يخطئ الي الناس؟ لا، يخطئ الي اخي. بطرس بيتكلم في دايره العلاقات الكنسيه، دايرة العلاقات الأخوية، بيتكلم عن أخوه في الكنيسة، أخوه في الجسد الواحد، بيتكلم على لما أكون في اجتماع أو في بيت، ده أخويا، ده حتة مني، إحنا في جسد الكنيسة، إحنا في جسد المسيح، إحنا في كنيسة واحدة مع بعض. في دايرة النعمة. دايرة النعمة. لكن بولس ما كانش بيتكلم عن العلاقات الكنسية بعضهم البعض، بيتكلم عن الكنيسة والعالم. وتعال نرجع حضرة أسيس للآية اللي قبلها مباشرة في عدد كام؟ 17. بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إذن الرب كان بيتكلم عن دايرة العلاقات الكنسية، لكن بولس بيتكلم عن دايرة العلاقات العالمية. فلما تيجي تغفر لأخوك القسيس إسحاق اغفر له إلى ما لا نهاية، ده أخوك، أنتوا أخوات، أنتوا جسد واحد، أنتوا بتكملوا بعض. لكن بالنسبة للأشرار والخضاة، أنا عارف أنه سوري إنجاز التعبير دمهم تقيل، ما بيهزروش، بيخبطونا جامد، بيجرحونا جامد، وأنا ممكن أستحمل أخويا المؤمن مرة واثنين وعشرة وعشرين، لكن ما أقدرش أستحمل إهانة الخاطئ والشرير اللي برا. لأن أخويا المؤمن هيعمل إيه؟ يتكلم عني كلمة مش كويسة، يعني يضايقني في موقف، يبص لي بصة مش لذيذة، ما يسلمش عليا، يتكلم في ظهري. دي حاجات أقدر بالنعمة أعديها وسامحه وأغفر له، لكن اللي برا ده ممكن يموت ابني زي ما بيحصل في سوريا والعراق، ممكن يفجر بيتي، ممكن يسلبني، ممكن يطردني من البلد اللي أنا فيها. إزاي عايزني أغفر لأخويا المؤمن في الكنيسة زي الشرير اللي هجرني من بيتي واللي ذبح ولادي و علشان كده قال لهم إيه؟ لما تتعامل مع أخوك سامح إلى ما لا نهاية، لكن قدام ظلم البشر، قدام جحود قلوب كالحجر، لما تتعامل مع الناس اللي برا أنا عارفك مش بتستحمل، أنا عارفك مش هتقدر، فبقدر طاقتكم اعملوا إيه؟ سالموا جميع الناس. وفي ملحوظة حضرة القسيس إنه دايماً لما بنقرأ كلمة الناس في الكتاب المقدس ولا مرة قال بكلمة الناس الناس المؤمنين بتوع الكنيسة. كل ما تقرأ حضرتك كلمة الناس اعرفوا بيتكلم عن مين؟ أهل العالم، الخطاة والأشرار. من أول سفر التكوين وحدث لما ابتدأ الناس يكسرون على الأرض، يقول كده عن المؤمنين لا يصلح لشيء، زي الملح لما يفسد يطرح خارجا ويداس من الناس. هنا بقدر طاقتكم مش سالموا المؤمنين لكن سالموا الناس. وفي دليل يوضح دي اكتر حضرة السيس، بولس لما كتب لتيموثاوس الرسالة الثانية لما جه يتكلم عن تقصير الكنيسة وتقصير الإخوة قال له في احتجاج الأول الجميع تركوني، قال عنهم لا يحسب، مش زعلان، لا يحسب عليهم. لكن كان في واحد ما كانش أخ بقى، لكن كان واحد شرير اسمه اسكندر النحاس. قال اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله. مالش أنا بغفر له، مالش يعني أنا بحبه، قال لا ده يسلم ليد الرب. أنا يعني عندي تعليق أو استفسار عن الجزء ده، بس بعد ناخد تليفون من بنت الرب من القاهرة. تفضلي. الاتصال موجود، اتفضل بنت الرب من القاهرة. طيب طيب اوكي، غالبا في مشكلة في الصوتيات. مش مشكلة. انا عندي يعني استفسار صغير. اتفضل. يعني انا بحط نفسي مكان المشاهد اللي بيسمع حضرتك النهاردة، ممكن يقول طب بالأحرى مش أنا مفروض أغفر للشخص اللي من بره دائرة النعمة لأني ممكن أربحه؟ يعني أخويا اللي موجود في الكنيسة يعني ماشي غفرت ليه وده مؤمن،
يعني حتى لو عاتبته وحتى خدت منه موقف نقدر بعد وقت ان احنا نربح بعض مره بالزبط. اخرى بالزبط. لكن لو انا مثلا حد اساء ليا من الخارج من الناس اللي هم من بره بره دايره الايمان هل انا مش ممكن بغفراني ومحبتي ان اقدم اربحه اقدر اربحه؟ هو ده اكيد حضرتك السيس وجهه نظر صحيحه وسليمه والكتاب علمنا كده قال انتم نور العالم انتم ملح الارض لكن هو هنا مش بيقول ما تغفرش بيقول بالعكس اغفر وقدم غفران لكن بقدر طاقتك بيقول بقدر طاقتكم سالموا جميع الناس على قد ما تقدروا خلي في بينكم وبين الناس سلام فلكن في مواقف انا احتملها واقدر اغفرها لكن في مواقف بيصعب عليا مش بقدر استحملها فهو بيقول اللي تقدر تستحمله حلو قدم غفران ومحبه ونعمه اللي ما تقدرش تستحمله انا مش هلومك فيه لانه في حاجات بتكون فوق الطاقه بتاعتك كانسان حتى لو كنت مؤمن حتى لو كنت قديس بيكون غصب عنك. اوكي طب لحد امتى؟ نرجع مرة تاني. انا حابب ان احنا نتكلم في شوية محاور عملية زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة ان احنا عايزين يبقى كل كلامنا واقعي ويلمس كل حد بيتفرج عليه النهاردة عنده مشكلة حقيقية مع حد. فنفسي اول محور حضرة الاساس نتكلم فيه الخيانة الزوجية. وانا بادئ من الاصعب. شريكين الحياة لما بيحصل حد منهم بيخطئ وتكون فيه خيانة بيكون صعب جدا جدا وفي مرارة شديدة طبعا تجاه الطرف الاخر انه ممكن يغفر وممكن يسامح. طبعا تقول النهاردة لكل حد بيتفرج علينا وعنده المشكلة دي هو يعني شريكه خانه وهو مش قادر يغفر له مش قادر يسامحه مش قادر يكمل معاه الحياة حس العهد اللي كان بينهم اتكسر ممكن الأمور ترجع مرة تاني يعني لمجاريها زي ما بيقولوا حضرتك زي ما قلت حضرتك السيس انت بدأت من التوب صعب. بدأت من أصعب حاجة وأعلى حاجة لكن اللي هنقوله على الصعب هنقوله على السهل لانه في العلاقات الانسانيه ما فيش غالي ورخيص كله محتاج نعمه ربنا خلينا اقول ان مشكله الخيانه انها بتعمل كسر وبتعمل شرخ في جدار العلاقه بين اي راجل وست بين شريكي وطرفي الحياه علشان يكون في غفران لشريك الحياه الذي خان الذي غدر الذي اخطا الذي نكس العهد لازم نفهم انه الخيانه دي بالتحديد الخيانة ما بتكونش بس موجهة لشريك الحياة الآخر سواء زوج أو زوجة لكن موجهة كمان للرب لأنه الرب بيكره هذا الأمر تماما علشان أقدر أغفر هذا الأمر أنا محتاج نعمة من الرب أنا محتاج أني أصلي محتاج أعرف أنه الإنسان هو الإنسان كل شخص معرض للخطأ ومعرض للضعف وقلنا ملحوظة في بداية الحلقة حضر القسيس أني لو أنا غفرت لك أنا تعبان ومجروح منك بسبب الخيانة أو الغدر لو أنا غفرت لك أنا بديك الفرصة أنك تبقى كويس أنا بديك الفرصة أنك تتغير لكن لو أنا ما غفرتش أنا بالتالي ممكن أخليك وأجبرك أنك تتمادى في ضعفك وبعدك وخطيتك طب إيه الحل؟ هل الحل أني أروح الكنيسة زي ما بنعمل النهاردة؟ لا أنا لازم أنفصل عنه لا أنا مش قادر أعيش معاها لا أنا مش قادر أستحمل إن هو عمل وعمل وللأسف اللي بيقولوا كده ممكن يكون عندهم أولاد وممكن يكون في علاقات قوية وكل حاجة تتلخبط بسبب غدر وبسبب خيانة أنا محتاج إني أصلي لازم أصلي وأرجع مرة واثنين وعشر لموضوع الصلاة أصلي الله يديني نعمة عشان أقدر أغفر علشان أقدر أسامح والطرف اللي بسامحه شريك الحياة اللي أنا بغفر له هو اللي مطلوب منه بعد كده يديني ثقة في النفس مرة إيه؟ مرة تانية لما أشعر أنه في تغيير في الأسلوب في تغيير في السلوك وإن كان الخيانات ولا سيما الزوجية من أكتر الخطايا ومن أكتر الحاجات اللي بتسيب شرخ كبير وبتعلم فترة كبيرة وبيتخلي عند الشخص الآخر اللي ما أخطأش بيتخلي عند الشريك الآخر وسواس وسواس من اي تليفون وسواس من اي مشوار وسواس من اي تاخير بره وسواس انه في حاجه بتحصل ليه خلاص فقد الثقه في حكمه بتقول انه الثقه زي المباني تتبني في سنين وتتهد في ثواني انا عشان ابني عماره اخد شهر واثنين واربعه وعشره لكن ممكن زلزال في خمس ثواني يوقعها ده اللي بيحصل فانا محتاج اعيد الثقه من جديد في شريك الحياه وانا عايز اقول انه شريك الحياه اللي خان لو أنا أنبته لو أنا هجرته لو أنا انفصلت عنه لو أنا سبت له البيت لو أنا عملت دول كلهم لو جبت له كل الكهنة والأسس لو وديته المحكمة هل ده كله هيغير من اللي عمله؟ مش هيغير
وهيفضل زي ما هو، بل يتحول من سيء إلى أسوأ. ده محتاج نعمة ربنا تتعامل معه. هو ليه عمل كده؟ هو ليه خان؟ مش عايز أحكي أنه قد تكون في أسباب جوه البيت خلته يعمل كده، مش مبرر، لكن عايز أقول أنه خلاص اللي حصل حصل. أنا محتاج أني ألملم الباقي من مشاعر وتعامل عشان الحياة تمشي بس بنعمة من الرب. لأنه لو ما كانش بالتحديد موضوع الخيانة، لو ما كانش الرب يلمس القلب، لو قرينا 100 كتاب نفسي، لو قعدنا 100 جلسة مشورة، لو طلعنا 100 مؤتمر شفاء نفس، إن ما كانش الرب يتعامل مع الجزئية دي ويديني دواء وعلاج وشفاء داخلي، لن أستطيع أن أغفر. طيب هفترض أنا يعني سمعت كلام حضرتك ونفذته وغفرت مرة، لكن الخيانة متكررة. يعني اكتشفت مثلا أن زوجي بعد ما غفرت له ورجعت الدنيا مرة تاني أن هو مكمل في الخط اللي هو بيعمله، أو كذلك مراتي. طب الحل وقتها يكون إيه؟ بص حضر الأسيس، في كل الأحوال في كل الأحوال لازم أكون فاهم إن أنا برضو متحمل نتيجة قراري. ما هو أنا كوني أخد شخص أو أرتبط بشخصية فيها أو في هذا الداء وهذا العيب وأغفر مرة واثنين والأمر متكرر، إذن هذا الشخص إما أن يكون مريض أو يكون مستعبد لهذه الخطية ولهذه الخيانة. هذا الشخص ليس له علاج إلا الصلاة، إلا الصلاة. لكن أنا من حقي لو أثبتت هذه الخيانة، يعني أنا مش شاكك فيه، لكن حاجة شفتها وحاجة ينفع يعني أكتر من حد شافها أو حاجة معروفة، لا الكتاب المقدس لا يمانع أن أتقدم للكنيسة. الكتاب المقدس وضع الكلام ده، ما احنا مش نفضل يعني نطبطب معلش اغفر سامح، طالما الموضوع مؤكد الكتاب قال إلا لعلة الزنا. طب خلاص العلة موجودة وأنا كزوج متأكد، أنا كزوجة متأكدة، إذن أتقدم إلى الكنيسة، بس يكون عندي أدلة حقيقية واقعية أني أنفصل عن هذا الشخص لأني مش قادر أعيش معه. الأدلة موجودة وكل حاجة موجودة، لكن أم خايفة على مستقبل ولادها، أنه بكرة وبعده أن الناس تشاور على ولادها دول اللي باباها ومامتهم منفصلة. يعني فهي عشان خاطر أنها خايفة على ولادها مثلا فمكملة، بس في نفس الوقت هي من جواها يعني تعبانة جدا ومتأثرة جدا وحاسة بإهانة وكسر جامد في العلاقة. فهل يعني دي تنصحها تعمل ايه يعني؟ وهل تفتكر اللي حضرتك بتقوله ده مش حاصل؟ ده حاصل كتير في بيوت كتير. انه اب يتغاضى او ام تتغاضى عشان نربي الولاد، عشان شكل العيله، عشان المنظر العام، بالظبط كده، عشان حتى لو ما فيش ولاد عشان شكلي قدام الناس، علشان كرامتي، علشان وعلشان وعلشان. هنا احنا قدامنا مسلكين، قدامنا مسلك روحي وقدامنا مسلك مادي. المسلك الروحي ان زي ما حضرتك قلت اخاف على شكل العيله وعلاقتنا مع ربنا، وصلي وربنا يتعامل معه وربنا يغيره أو ربنا يغيرها وأسلم الأمر بين إيدين الرب. أو إن أقول لا، يعني أنا مستحملة عشان أولادي بس كرامتي، أنا مستحمل عشان شكلي بس كرامتي وشكلي قدام والناس قدام المجتمع. بقدر الإمكان أصلي، بقدر الإمكان أقدم غفران، بقدر الإمكان أقدم حب. لكن لو أنا شايف انه لا الموضوع ده فارق معايا جدا وشكل البيت مش فارق معايا، واخد خطوات، الخطوات دي لازم تكون محسوبة، ويفضل اقعد مع ابونا القسيس، ابونا الكاهن، اقعد مع مشير روحي يحط رجلي على الطريق، واحد اتنين تلاتة. بس انا شايف صدقني انه مفيش حد بيتمادى مرة واتنين وتلاتة واربعة، لانه الخطية دي بتسيء للشخص والتأنيب بيسيء للشخص. انا لو اديته فرصة واتنين وتلاتة وتعاملت معاه بشكل معين وصليت بدموع لاجل هذا الشخص او لاجل هذه الشخصية، انا واثق الله يستطيع ان يغير. يا ما ستات صلت كتير لاجل جوازها، لاجل التغيير، والرب فعلا غير والرب فعلا يتعامل. خليني ما افقدش الثقة في نعمة الله وأمانة الله. وقد يكون صليب أنا مستحمله زي ما حضرتك قلت عشان الأولاد، عشان الشكل العام، علشان عيلتي وعيلة أولادي وعيلة بناتي بكرة وبعد ما يقروش دول انفصلوا عن بعض بسبب واحد اتنين تلاتة، ولا سمحنا مجتمع كلام. فأنا عايز أحافظ على الشكل العام، لكن في نفس الوقت أتضرع بدموع أمام الرب أنه الرب يغير.
حضرتك ذكرت في كلامك ان الوسواس بيبقى ليه عامل كبير جدا، طبعا ان يكون حاجه بتهدد العلاقه كل شويه. تمام. طيب ازاي خلاص هو شخص فعلا خد قرار ان هو هيغفر والطرف التاني فعلا استجاب وكده، لكن مع ذلك جوه الشخص الطرف اللي هو يعني وقعت عليه الخيانه انه شاعر ان ممكن في اي وقت يحصل كده، يعني حتى لو هو ما بيعملش الطرف التاني كده لكن هو جواه مش قادر يكمل، كل شويه حاسس ان ممكن في اي لحظه ان الطرف ده يعيد. ازاي يقدر يتعامل مع فكره الوسواس دي؟ فكره الوسواس بتاخد وقت، بس هو المفروض اول حاجه الشخصيه الموسوسه اللي عندها الوسواس ما تحسسش اللي قدامها ان انا لسه من ناحيتك عندي موسوس. عندي وسواس. ليه؟ لان انا لما بحسس اللي قدامي ان انا من ناحيتك لسه موسوس وببص لك بصات غريبه فيها ريبه، بمسك موبايلك، شاكك فيك، بسأل عليك انت فين، الحركات دي كلها بتوصل للطرف الخائن انه لم يزل الطرف الاول اللي اتخان ما عندوش ثقة. فطالما خلاص يعني ما فيش ثقة كده خلاص يعني. خلاص يعني، قال لك عندنا مثل في الصعيد يقول لك ضربوه على عينه، قال لك خربانة خربانة. طالما انا كده كده ما فيش ثقة فيا بعمل اللي انا عايزه. بتمادى في لكن برضو ما اقدرش انكر على الشخص الموسوس هيفضل موسوس، ولا سيما لو ستات. الستات يعني الوسوسة عندهم طبعًا نسبتها طبعًا عالية أكتر طبعًا، فتفضل دايما موسوسة من أي حاجة. أنا مسؤول كرجل أني أعيد الثقة من جديد في الشخصية دي، وبرضه في نفس الوقت أنا كامرأة بلاش أوصله أن أنا دايما شك فيك، أن أنا دايما حاسة أن أنت عامل حاجة غلط. أنا كمان أبدأ أفكر هو ليه شريك حياتي فكر أصلا في الخيانة. أنا زي ما قلت من شوية الخيانة ليست لها مبرر، حتى لو كان شريك الحياة أسوأ شخص في الدنيا أنا مش بحط مبرر، لكن خليني أسأل نفسي هو مش كان بيحبني؟ هو ليه ساب الناس كلها واختارني أنا؟ طب ليه بعد ما اختارني فكر في الخيانة؟ هل العيب فيا؟ هل العيب في أسلوبي؟ هل العيب في طريقة كلامي؟ إيه اللي خلاه وصل للدرجة دي؟ أبدأ بيني ما بين نفسي أعيد ترتيب بيتي الداخلي، أعيد ترتيب حساباتي. لكن هذا الوسواس أيضا كما الغفران يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى شفاء للمشاعر الجريحة. عارف حضرتك لما بتعمل عملية بعد العملية خلاص بعدها بيوم اتنين أسبوع مفيش ألم، لكن لو حطيت إيدك في مكان الجرح لسه أثار السلك موجودة والغرز موجودة، في أثار موجودة. الأثار دي ما بتقول إنه مفيش ألم، لكن كان في عملية في يوم من الأيام. ومشكلة المرارة والعلاقات والخيانة إنه كل ما يطرأ جديد بيصحي كل ما هو قديم، فموقف بيصحي ذكريات، ذكرى بتصحي ذكريات، وموقف بيصحي كل المواقف. وبعدين مرات أنا بغفر على مضض، يعني أنا غفرت وإيه؟ عديتها بمزاجي، عديتها عشان العيال، عديتها عشان الشكل العام. لكن بيجي عليا وقت لا بقى خلاص انا جبت الاخر، انا عايز انفجر، انا مش قادر اعديها. امتى اقدر اعديها؟ لما تكون علاقتي بيه فيها شبع، انا متعز بيه، هو بياخدني في حضنه، انا بتكلم عن الرب ويطبطب عليا ويبدا يسبي مشاعري، يبدا يلمسني، ونفس الرب اللي شجعني وسندني ولمسني يقدر يتعامل ويلمس الطرف التاني. طيب احنا يمكن اتخذنا في خط كبير جدا ناحيه الخيانه الزوجيه، لكن مش هتكلم عن الخيانه. دايما الزوجات بيشتكوا من مشكله كبيره في الازواج وهي الاهمال. ما بيسالش عليا. ما بيهتمش بيا. خلاص انا بقيت كم مهمل في البيت، انا كل مسؤوليتي الولاد والعيال وتربيتهم والاهتمام بالبيت وغير كده، وانا ما اصبحش ليا اي كيان. وفي ناس كتيره شافت ان دي قضيه كبيره جدا، قضيه الاهمال. يعني تقول ايه لكل زوج بيسمعنا النهارده وهو بيهمل زوجته وبيحملها بمراره تجاهه؟ طيب واحنا يعني ازواج، يعني حضرتك خدتنا في خط الازواج والزوجات والخيانه الزوجيه، بس انا عايز قبل ما اكلم الازواج اقول لهم ما تهملوش زوجاتكم، ما برضه لازم نكلم الزوجه هو ليه اهملك؟ يعني اعتقد برضه لان انت راجع نفسك، انا مش متعصب للرجاله ولا الازواج، لكن برضه عايز اقول هو ليه اهملها؟ يعني بص حضرتك ما فيش مشكله ليها طرف واحد بس. صحيح. دايما ابحث عن المرأة وابحث عن الرجل، لكن هو ليه أهملك؟ ما قد يكون حضرتك مع احترامي ليكي شخصية نكدية، أو تكون شخصية مفترية، أو شخصية زنانة، أو شخصية عصبية، أو طبعا أنا مش ببرر، لكن باجي شوية على الست برضه، هو ليه أهملك؟ ارجعوا فكري انت هادي ممكن مش زي الأول في مشاعرك،
في نظافه البيت، في الاسلوب، في المعامله. قد يكون انت مديه مساحه كبيره لتدخل الاهل في بيتك، فده عامل مشكله وشوشره في البيت. ده بكلم فيه الزوجه برضو، لكن لازم برضو احمل العبء على الرجل. وانا معاك الحقيقه، الازواج للاسف عندهم حاجه اسمها الخرس الزوجي. مشكلة الراجل بيهتم جدا 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 وقت الحب، وبيهتم جدا 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 أكتر كمان وقت الخطوبة، وبيبقى زي الفل بعد الجواز بشوية، بس بعد كده بيصاب بالخرس الزوجي فعلا. بيبقى مهمل، وهو اللي كان بيتمنى لها الرضا ترضى، دلوقتي رضاها مش فارق معاه. ودايما بقول إنه بيتكلموا كتير قوي قوي قبل الجواز، وبعد الجواز بيتلخص كل كلامهم في 5 كلمات: صباح الخير، صباح النور، تاكل ايه، ماليش نفس، تصبح على خير. هم يعني 4 5 كلمات ومفيش كلام. اتواصل عبر الفيس، عبر التكنولوجيا مع كل الدنيا، ممكن ما اتواصلش مع شريك حياتي بسبب مادية الحياة، كله مشغول في الماديات. الزوج كل هدفه بيت كويس يأمن مستقبله، مستقبل أولاده وشغله حياته. الأنانية المادية، المشغولية، حتى سوري الإباحية، حاجات كتير بتاخد الزوج. وطبعا دي أكبر مصيبة فعلا، لأنه إهمال الزوج هيدفع ثمنه، هيدفع ثمنه في البيت المنقسم. مش بس الزوجة اللي مهملة وآسف قد تتعرض للخيانة إنها تخونه، قد تتعرض لتفكير آخر في شخص آخر، لكن حتى الأولاد يبقى البيت ممزق. فأنا علشان ما أكونش مهمل لازم أحط بيتي بعد الرب رقم واحد، حتى لو أنا خادم. وأنا بقول الكلام ده لنفسي طبعا. إن أنا كخادم المفروض، وديني بقولها بعد الرب مش الخدمة، لا بعد الرب البيت، بعد الرب الزوجة، بعد الرب الأولاد. لأني أنا لو مهمل لبيتي مش عارف أشتغل، صح، مش عارف أخدم، مش عارف أكون إنسان سوي. علشان كده أنا أحتاج علشان بالفعل أقدم تقدير أني أراعي مشاعر الزوجة، أراعي أحاسيسها، أراعي إيه اللي بيضايقها، أراعي إيه اللي بيزعلها، الحاجات اللي بتعكننها أحاول أتجنبها، والحاجات اللي بتحبها أحاول أعملها. والأكتر من كده يكون في حوار. الستات بطبيعتهم أكتر حاجة يحبوها يتكلموا، يحكوا. على فكرة ممكن حضرتك وانت بتسمع زوجتك ما تدهاش علاج، ما تقولهاش اعمل ايه، بس يكفي انك عملت ايه، يكفي انك تسمعها. وفي إحصائية أنا قريتها يعني مقتنع بها إلى حد ما، بتقول إنه الراجل الطبيعي بيتكلم في اليوم 16 أو 17 ألف كلمة، الست بتتكلم 38 ألف كلمة. ده لما تكون ست هادية وساكتة شوية، فسيبها تحكي، سيبها تتكلم، ده بيفرق معاها كتير إنك سمعتها. يفرق معاها كلمات التشجيع، تسلم إيديك على أكلة جميلة، البيت جميل، وجودك فارق في حياتنا، ربنا يخليك ليا. الكلام ده رغم إنه ببلاش وكلام بسيط، بس بيفعل مفعول السحر، إني أشعر بالاهتمام لا أشعر بالإهمال. وللأسف ممكن تلاقي واحد مهتم بكل الناس بره، وفي الشغل بتاعه، وفي السوبر ماركت، وفي المصلحة الحكومية، يقول لك لسانه بيعمل إيه؟ بينقط عسل، يدخل جوه ما بينقطش حاجة خالص، يعني غالبا المية اتقطعت، ما بيتكلمش، وكل عكننته وكل قرفه وكل نرفزته كل عصبيته ما تطلعش غير في البيت، مع إنه لسانه الحلو وكلامه المعسول وابتسامته العريضة بتطلع بره. لا، أنا محتاج إني أقدر شريكة الحياة التي أعطاني الرب إياها. أمين. عايزين نتكلم في محور تاني حساس. إحنا اتكلمنا في العلاقة الزوجية ما بين الزوج وزوجته، فكرة الخيانة ولحد إمتى إن ممكن الشخص إن هو يغفر. المحور التاني الأبناء والبنات. بسمع في أوقات كتيرة ناس بتشارك بتقول أنا مش قادر أغفر لبابايا اللي جوزني الجوازة دي. حاسة إن كل المشاكل اللي بتمر بيها في حياتها بسبب باباها. من ضمن الحالات إن في واحدة مش قادرة تغفر لباباها حتى بعد ما مات. مش قادرة تغفر له. لأن هي عايشة يعني في حياة زوجية تعيسة جدا، وكل شوية شايفة إن السبب في كده هو باباها. كذلك في أبناء مثلا يبقى نفسهم إن هم يدخلوا كلية معينة، وعشان خاطر رغبة الأب فضغط عليهم دخلهم كلية معينة، فتخرجوا واشتغلوا في مجال هم مش بيحبوه ومش عايزينه، فشعر ان الفشل هو عايشه في حياته بسبب برضه بابا. يعني دي أمثلة يعني بقولها من واقع الحياة، لكن بشكل عام لو أنا ابن يعني أو بنت وحاسة إن أنا بعدم غفران تجاه بابايا أو مامتي، أقدر أتعامل إزاي مع المشكلة دي؟ الحقيقة حضرة قسيس، لسه كنت في مؤتمر قريب
والكلام اللي حضرتك بتقوله ده كان موقف بالفعل اتحكى لي من شخصية ما. أوكي. انه واحدة مش قادرة تغفر لباباها انه اصر وارغمها وغصب عليها انها ترتبط بشخصية معينة. مش قبلها، مش اقولك مش بتحبه، مش قبلها، وضع بيختلف في السن وفي الشخصية وفي الدماغ وفي التفكير وفي الاسلوب، لكن علشان هو حد ساري، حد عنده ارغموها انها ترتبط بالشخص ده، وبعد كده العلاقة سيئة ومن سيء إلى أسوأ. بابا هذا خلاص يعني انتقل من 10 20 سنة، لكن لغاية النهاردة الله يسامحه وهو فين؟ في التربة، يقول لك مات، بس هي مش قادرة تغفر. وشعر أنه باباها سبب وكستها وسبب نكستها. نفس الكلام زي ما جنابك قلت أنه هم أرغمونا أدخل الكلية دي، ممكن تكون كلية طب، كلية صيدلة، كلية هندسة، بس أنا مش بتاع تربية ولا صيدلة ولا هندسة، ولا أنا مش حاببها. أنا ممكن أدخل كلية بسيطة لكن أثبت وجودي فيها وأنجح. فأنا صعبان عليا إني اتجوزت ده عشان قريبي، عشان غني. دخلت الكلية دي عشان في صيدلية بابا واخد العيادة بتاعته، فبيبقى جوايا مرارة إن هم أرغموني على كده. لازم افهم انه لو انت كنت، لو حضرتك كنت اللي بيتابعونا دلوقتي، لو انت شايف انك ضحيه قرار الاخرين، ثق انه زي ما قال الكتاب في روميه 8:28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير. بس لازم نكمل الايه، لمين؟ للذين يحبوا. ايه معنى يحبون الله؟ يخضعون لاراده الله. تقول طب هو اللي انا دخلته ده اراده الله؟ ده اراده ابويا، ده إرادة العيلة. حتى لو إرادة الأب، حتى لو إرادة العيلة، في إله مكتوب عنه يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. الله عارف أن أنت أرغمت، الله عارف أن أنت أرغمت على الجواز دي، على الكلية دي، على الوظيفة دي، على الهجرة للبلد دي، أنت ما كنتش حابب كده، لكن سلم للرب، قول له رب ده مش اختياري، ده مش قراري، لكن انا برضو واثق من حاجه يا رب، انه ما فيش حاجه بتحصل من ورا ظهرك، فيش حاجه بتحصل الا بعلمك. طالما انت سمحت، مش اقول انت عايز، لكن انت سمحت، طالما سمحت بكده اديني نعمه واعرف ايه مشيئتك، ايه يعني ارادتك. عايز بس اقول حاجه حضرتك، اتفضل. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ايجابي جدا، ويعني اعتقد يفرق مع ناس كتيره، لكن انا بتكلم لو واحده يعني هي عايشة حياة زوجية تعيسة، فكل يوم هي يعني متعذبة مع شريك حياتها، وشعرت السبب باباها، يعني هي غفرت وسامحت وشعرت ان كل حصل ده بسماح من الله، تمام، مفيش مشكلة خالص. أوكي. لكن هل بسماح من الله ان انا اعيش حياتي كلها بهذا الشكل، ابقى ضحية طول عمري؟ لا، وخاصة ان الزواج دي قضية مش سهلة، يعني هي مش ينفع تصلح في اي وقت. بالظبط. احنا زي ما حضرتك قلت ان ما عندناش طلاق الا لعلة الزنا، مش بيزني، لكن هي مش بتحبه، مش قادرة انها تكمل معاه الحياة، وانها شعر انها ارغمت على ذلك. فهل يعني هي تقضي عمرها كله تحت هذا الامر؟ طب تعمل ايه؟ مش عارف. تطلقه ولا تروح تطلع باباها من التربة وتفضل تسب وتلعن فيه؟ مش عارف. برضه ملهاش حل. الحل الوحيد انها تخضع لاراده ربنا وتشكر ربنا وتصلي ربنا يعمل ايه؟ ربنا يغير الشخص ده. تقول يا رب انت تعامل، يا رب انت غير، يا رب ساعدني حتى لو مش عارفه اعيش اتعايش. ما الفرق بين شخص يعيش وشخص يتعايش؟ الشخص الذي يعيش هو المستمتع بالحياه، بيحب الحياه، بيحب الطرف الثاني، بيحب كليته، بيحب شغله، فعايش، يقول لك فلان ده عايش. لكن الشخص الذي يتعايش هو الشخص الذي اوجد مع شخصيه لا تطاق، او يعمل عمل لا يحبه، او بيدرس في كليه لا يستسيغ موادها ولا، لكن خلاص امري لله، مسلم امري للرب. عارف لما حد بيجي له مرض زي السكر يقولوا له اتعايش معاه، سيسه خلاص، اهو ده اللي اتقال عنه سالمه جميع الناس، يعني على قد ما اقدر احتوي الشخص، حتى لو شخص لا يحتوي، صعب جدا، اصلي له. يتقال عن الناس في الكتاب المقدس كانوا يربحون بسيره النساء. وبعدين احنا عندنا حضرة القسيس مثل كتابي، لما بولس الرسول بشر وكرز سنه ونص في كنيسه كورنثوس، فالكنيسه بقى فيها اخوه واخوات، في اخوات متجوزين ازواج اشرار، وفي ازواج ابرار متجوزين زوجات شريرات. فطلعت في دماغهم، يعني تفتق ذهنهم انه يعملوا ايه؟ قال لك نطلق دول ودول يطلقوا دول وتخلص عمليه. قال لهم لا، الزوج حتى لو كان شرير مقدس في المراه المؤمنه والعكس. فانا احتمل
واصلي واطلب من الرب ان الرب يتعامل مع الشخصيه. طيب معانا اتصال تليفوني لاخت نهال من انجلترا، اتمنى انه يشتغل المره دي يعني. اتفضل. الو. الو، مساء الخير يا حضرتك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اتفضلي على الهواء. اوكي. الو، مساء الخير. انا بحييكم على اختيار الموضوع فعلا، وانا فخوره بكنيستي الكنيسه الانجليه بالسجاله، وببعت تحيه للقسيس سليمان ابويا اللي مطلع اسس رائعين ممسوحين زي حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وكمان القسيس بجد يعني، وكمان القسيس امجد ربنا يباركك على الجواهر اللي دايما بتطلعها في الهمسات اللي بتقولها، ودايما كلام حضرتك سلس وعميق وعملي، وربنا يباركك اكتر واكتر. شكرا. انا نفسي اقول مداخله وبعدين هسال اسئله في الموضوع، اتمنى ان تردوا عليها يعني. اتفضلي. الى متى اغفر؟ انا عايزه اقول ان الغفران بيفيد الغافر اولا اكتر من المغفور لي، بمعنى تاني ان لو انا ما غفرتش انا الخسران، لاني لو صليت الغفران خطاياي انا، يعني كلنا محتاجين لكده، لان كلنا في الموازين الى فوق، مش هيتغفر لي لو انا فعلا ما غفرتش لحد تاني، لانه الايه واضحه في مرقس بتقول متى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد من شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلتكم. اغفروا هنا جايه فعل امر، مش لو سمحتم اغفروا. لا، لان الله عارف خطوره عدم الغفران للمؤمنين. فالسؤال بقى هنا اللي دايما بيفرض نفسه، لو في اتنين خدام وحصل خلاف وتم الغفران، تم المصالحة وتم الغفران، في شق يعني، هل لازم يا حاج القسيس ترجع العلاقة زي ما كانت؟ والشق التاني للسؤال، لو انا ما زلت كخادمة فاكرة الموقف ومش قادرة انساه، هل ده عدم النسيان ده يعتبر برضو غفران؟ أوكي. ده السؤال الأولاني. أقول السؤال الثاني، بيقول إن الآية واضحة، إن قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فأترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا، وبحط تحت أولا كذا خط، اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك. لو أنا مستمرة في علاقتي مع ربنا بس وفي شرخ بيني وبين حد، بس مستنية الوقت المناسب لترجيع العلاقة، هل الله يقبل مثل هذا القربان، مثل هذا التسبيح أو الذبيحة اللي أنا بقدمها لله؟ أوكي. وآخر سؤال وأتمنى يعني أسفل التطويل. لا، تحت أمرك. إنه زي ما حضرة القسيس أمجد قال في الأول، قال إنه من حقي إن أنا أعاتب الرب وأقول له إلى متى، وقال شخصيات رائعة وكلها فاليد وأنا يعني أقرها. بس عايزة أسأل سؤال من وجهة نظري أنا يعني كمؤمنة ناضجة، هل مش أحسن لي إنه أنا أعلن ثقتي في الرب وأقول له يا رب أنت صالح ومش هعاتبك ولا حتى هسألك، لأن أنا عارف إن أنت اللي بتعمله لي هو الأصلح، وأكيد حتى لو أنا شايفة بالعين البشرية إنه حاجة وحشة، لكن أنت صالح وهتحول اللعنة البركة وهتخرج من الأكل أكلا ومن الجاف حلاوة، وهتخلي التجربة دي لتقوية عضلات إيماني. فأنا بتكلم من وجهة نظر الله، يعني حضراتكم أباء وتعرفوا لو أولادكم جم، لو عندك ولدين، ولد دايما يسألك يقول لك أنت بتعمل لي ليه كده يا بابا، أنت بتعمل لي ليه كده يا بابا، وفكر أن أنت بتعمل له حاجة وحشة، ولا بتحب الولد اللي دايما واثق فيك يقول لك أشكرك يا بابا أنه يعني أنا واثق فيك وانا عارف خططك من جهه حياتي انها سلام، وده خطط الله من جهتنا وافكاره كلها سلام من ناحيتي. عايزه اعرف وجهه نظر الله. حاضر. وربنا يبارك. شكرا جزيلا يا اختنا هيل من انجلترا. الاخ حبيب من القليوبيه، اتفضل. ايوه، مساء الخير. اهلا، مساء النور يا اخ حبيب، اتفضل، حضرتك على الهواء. ماشي يا فندم، ما كنت عايز اكلم حضرتك الاستاذ امجد. اتفضل الاستاذ امجد، موجود. من ازيك حضرتك؟ السلام على حضرتك. هو بس أنا مش سامع حضرتك، لكن انا هوصل له. اتفضل حضرتك حبيب من القليوبيه، اتفضل يا اخي حبيب. انا عندي مشكله كده، وكنت عايزك تصلوني من اجل زوجتي ترجع، لان في انفصال بقاله سنتين اهوت ومعايا اولادي. صلاه من اجل اختك. نعم، اختك ترجع. حضرتك بتقول مراتي زوجتك. اوكي. اه، انفصال من سنتين.
امين. حاضر حاضر. سؤال، وانا معايا يوسف مريم اولادي معايا طبعا، وانا كنت من خلفيه غير مسيحيه وتعبان جدا، وعايز حد يصلي لي رغم ان انا اختبرت النعمه جدا امين وبحب ربنا جدا، امين يا حبيب، امين. وفي هنصلي. نفسيتي تعبانه جدا. مراتي ديت انا واثق ان ربنا اداها لي، بس مش عارف، امين. اكيد الله لي اب في الوقت دوت، لكن عايزكم تصلوا من اجل جانب، من هنصلي اجل هنصلي اولادي. وربنا يعني يجمع شمل الأسرة مرة تاني من جديد. امين أمين يا امين في اسم حبيبي، المسيح، أمين امين. أمين. عادل من أسيوط اتفضل. ايوه معاك يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضل أخي عادل، حضرتك على الهوا. معلش يا ريت تسمعني أنت لوحديك بعد على الهوا. طب حضرتك على الهوا دلوقتي، لو تحب تتصل مرة تاني تحت أمرك. طب مفيش رقم تليفون؟ حضرتك ممكن هيدولك في الكنترول، اتفضل. ماشي معلش. مع السلامة يا فندم. ماشي. أسئلة كتيرة حاسيس، بس يعني أنا شايف إن إحنا ممكن ناخدها قدام، لأن هي إحنا هنلمسها كده كده الوقت اللي جاي. إحنا وصلنا آخر حاجة إن إحنا كنا بنتكلم عن إزاي إن الأبناء أو البنات يغفروا لأهاليهم اللي أساءوا ليهم، وخاصة لو إساءات لسه يعني موجودة في حياتهم ما انتهتش. طيب عايزين ناخد الآية بالعكس. اتفضل. الآباء والأمهات اللي أبنائهم أساءوا ليهم، بنشوف ساعات خدمتنا بتخلينا نزور بيوت مسنين كتير، ولما بنقعد معاهم للأسف بنشعر إن هم قلوبهم مليانة بالمرارة، حاسين إن هم يعني بتعبير البلدي ربوا وكبروا، وبعد كده ولادهم سابوهم ورموهم في أي حتة وخلاص، ودي حاجة بتبقى بتجرحهم جامد قوي، وخاصة ان هم تعبانين صحيا ومحتاجين رعاية، فبيبقوا شعارين بالوحدة. وبشوف كمان لو حد منهم، حد من اولاده جه سأل عليه والتاني ما حدش جاله، بتبقى جرحاه جامد بالزبط. جدا. بالظبط. فتقولي لكل حد شاعر بجرح عميق تجاه ابنه او بنته اللي بعد ما رباه وقدم كل محبة ومتوقع ان بعد ما كبر ان ولاده يهتموا بيه ويرعوه، ان هم رموا. هو الحقيقه حضرة السيس في كلام كتير ينفع يتقال للاب والام اللي في الظروف دي، لكن ان كان في حد احرى محتاج نتكلم معاه يبقى مش الاب والام، نتكلم مع الولد والبنت اللي رموهم في دار مسنين او رموهم في اي مكان وما سالوش فيهم. نقول لهم يعني يكفي انه اول وصيه بوعد اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. رقم اتنين، عايز أقول لك إكرام الأب والأم ده أكتر موضوع في الكتاب المقدس بيتم فيه الزرع والحصاد. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، إن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. اللي أنت بتعمله مع باباك ومامتك صدقني هتلف الأيام ويعملوه معاك أولادك وبناتك. فعلى قد ما تكون أمين وصادق ومضحي وكريم ومحترم ومحب مع الوالدين، هيطلعوا أولادك برضه هيعملوا معاك كده. أما الأب والأم يعني رفقا بشيخوختهم، رفقا بأمراضهم، رفقا إن هم شالونا كتير وتعبوا معانا كتير واستحملونا كتير، وصدقني دول مش محتاجين أقول لهم سامحوا، هم بطبيعتهم بيسامحوا بيسامحوا وبيغفروا. وقال لي كلمتين بتنسيهم كل حاجة، وقال لي زيارة بتمسح كل اللي فات. بقول للأب والأم الله بيسندكم، هو وعد وقال إلى الشيبة أنا أحمل وأنجي، إلى الشيخوخة أنا هو. وأقول للأولاد اكرموهم، هم البركة كلها، بتيجي أيام تتمنوا رضاهم وتتمنوا تشوفوهم مرة تانية. طيب هنكمل بس بعد ما ناخد اتصال تليفوني من حسام من أسيوط. اتفضل أخو حسام، اتفضل حضرتك على الهوا. ألو، مساء الخير يا سيدي. مساء النور، أهلا وسهلا. كنا عايزين طلب الصلاة عشان اتفضل. بقالنا 8 سنين ربنا ما عطاناش اولاد ومشاكل انا ومراتي، عايزين طلب الصلاة من حضرتكم ومن البرنامج. امين. عشان ربنا يعطينا ان شاء الله على يدكم ان شاء الله. امين يا اخو حسام، امين. هنصلي لحضرتك اكيد قبل ما تنتهي الحالة، هنكون بنصلي معاك. بنت الرب اتفضلي من المنيا. الو، ألوة، اتفضلي يا فندم.
طيب ماشي. حضرتك على الهواء. الو حضرتك على الهواء اتفضلي. طيب ماشي اتفضلي. الو الو يا فندم سامعينك. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا بنت رب من مصر من المنيا، بس عندي مشكله معايا اختي في الكويت زي ما تقول، في حد شكى عليها فعايزه حضرتكم تصلوا لها. حد ايه؟ حد يصلي لها يعني، هي في حد شكى عليها في المركز هناك في الكويت. يعني بنتها عايزه معلش حضرتكم تصلوا لنا يعني على الهواء عشان ربنا يتمجد. امين امين. حاضر هنصلي اختك، هنصلي عشانها. احنا مش عارفين احنا مش عارفين اسمها، ولا تحب تقولي اسمها حضرتك؟ هي اسمها نزين عادي يعني، بس عشان بس خاطر ما. حاضر حاضر. طيب احنا بنجمع كل طلبات الصلاه، وقبل ما ننتهي من البرنامج هنكون بنصلي لكل الناس اللي محتاجين. امين امين. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. احنا هنصلي لحضرتك. اختنا ابتسام من القاهره اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور اتفضلي يا فندم، مع حضرتك على الهواء. ابونا ربنا يبارككم على الحلقه، وقد ايه بتتكلموا في موضوع لمسنا كلنا الوقت ده. ربنا يخليكي. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك القسيس امجد، انه لو انا مشكله الغفران عندي مع والدي. الغفران مع والدك. ممكن ساعات احس ان انا نسيت، لكن ممكن يحصل موقف يرجع كل اللي فات. فاحنا بشر والله يعلم ان احنا بشر، وان احنا مش قادرين نتفاعل مع، مش فكره الغفران على قد ما هي في الواقع صعبه بالرغم من علاقتنا مع الله، لكن فكره الغفران في حد ذاتها صعبه. عندي سؤال تاني. اتفضلي. لو انا، انتوا اتكلمتوا في حته الاهل، انه مثلا احط والدي او والدتي في دار مسنين. فلو مثلا انا عن ظروفي ما تسمحش مثلا، والوالد او الوالده عندهم الزهايمر، ومعروف ان الالزهايمر ده حاجه خطيره ما ينفعش وجوده مثلا مع اطفال. ايه الاساءه اللي انا عملته لو انا مثلا حطيتهم في دار مسنين، على العكس انه فيهم ناس كفء يقدروا يهتموا بيهم ويعتنوا بيهم، وانا بقى بزورهم وبرضه بشوفهم، لكن لما تبقى الكفه ما بين، يعني مش بقول انه ما بين والدي وابني، لكن لو دي حاجه خطيره في بيتي او على عيلتي التصرف يبقى ازاي؟ اوكي شكرا. شكرا وربنا يبارككم، وشكرا على الحلقه. شكرا شكرا ليكي. بنت رب من المنيا اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا كنت عايزه احكي مشكله كده. اتفضلي حضرتك على الهواء. انا كان معايا اتكلم. اتفضلي حضرتك على الهواء. انا كان معايا اخويا اكبر مني، هو متجوز كده ليه تقريبا حوالي 19 سنين. هو بابايا كان بيفضله عليا انا واخويا الثاني، ويعني لدرجه ان كل العيله كانوا بيحبوني التفضيل ده بطريقه غير عاديه. وحتى في جوازه اخويا الثاني ما ساعدوش باي حاجه، من الكبير ده عمل كل حاجه. اخويا ده ما اتكلمش، ما اعترضش، وما قالش اي حاجه. والمشكله ان مرات اخويا الكبير دي هي يعني بتعمل حاجات كتير مش كويسه، وهي اللي بتوقع ما بيننا عموما يعني، من الاخر يعني زي ما بيقولوا كده، يعني دخلت على خراب يعني زي ما بيقولوا. بس ف يعني بوظت الدنيا خالص. واخويا ما كانش بيتكلم، اخويا التاني يعني اللي هو اصغر من اخويا الكبير ده، ما كانش بيتكلم وتمام وكل حاجه. وجيت انا لما جيت اتجوز برضو نفس الحكايه، عملت مشاكل في البيت كبيره جدا. وانا يعني الفرح بتاعي يعتبر ما كانش فرح، كان جاي يعني يعتبر جنازه، ده كان بسببها برضو. وقبل كده بابايا طردني من البيت شهر ونص وبسببها برضو، ورجعت بعد ده كله اتصالحت معاهم وتمام، وبرضو فضلت في مشاكل تاني لغايه ما برضو انا قطعتهم تاني. بس المشكله دلوقتي ان كل عمال، طبعا العيله كلها جايه في صفي ان انا مش غلطانه وانا ما غلطتش في حد وكل الكلام ده،
بس المشكلة اني بابايا ومامتي صعبان عليهم اني انا ما مش بكلم اخويا بسببها وكده. هو اخويا جاي معاها مش جاي معايا ولا حاجة، يعني هو جاي معاها هي في كل حاجة وماشي وراها في كل حاجة وصح غلط معاها، بس هو المشكلة اني بابايا ومامتي صعبان عليهم اني العلاقة بقت كده ما بيننا وبيلمحوا ان احنا نتصالح ونرجع زي الاول، بس المشكلة اني انا مش هقدر اصالحها، يعني انا مش هقدر اتعامل معاهم تاني. يعني انا قلت قبل كده امين واتصالحت معاهم وكل الدنيا مشيت زي ما هي تمام وزي الفل، بس تفضيل بابايا ليهم والعمايل برضه اللي هم بيعملوها معايا كل ده خلاني انا لا مش هقدر ان انا اتحط في الموقف ده لثالث مره واتبهدل معاهم لثالث مره. فكله عمال يلمح لي القصه دي، بس انا مرتاح يعني انا بعيد عنهم مرتاحه، لما بدخل معاهم تاني في حوارات وكلام بنتعب، احنا كلنا بنتعب، بتحصل طيب مشاكل كتير وبتحصل خناقات كتير خلاص وبنتعب. خلاص يعني وصلت الفكرة، وإن شاء الله نشوف حضرة العزيز ممكن يرد ويقول لي على ماشي الفكرة دي. يعني حضرتك شايف مشاكل كتير، أنا يعني تمام. نحب إن إحنا اتفضل. نتناولها دلوقتي ولا؟ لا اتفضل حضرتك. طيب إحنا عندنا كان في سؤال أول من الأخت نهال، كانت اتصلت من إنجلترا، كانت بتقول في آية بتقول لو أنت بتقدم قربانك قربانك إلى على المذبح المذبح واكتشفت ان انت لأخيك شيء عليك اذهب واتركه اولا واصطلح. واصطلح، فايه رايك؟ يعني هي بينفعش كده ان هي تقدم قربانها، او بالمعنى الادق بينفعش انها تعبد الرب ما دام ان في مشكله ما بينها وما بين حد تاني؟ تمام. وفي نفس الوقت عندها سؤال تاني، لو 2 خدام مع بعض جوه كنيسه وجوه جسد واحد وفي مشكله بينهم ومش قادرين يحسنوا العلاقات خالص، ازاي يقدروا يتعاملوا مع بعض في ضوء المشاكل اللي حاصله دي؟ طيب هو السؤال الأول يعتبر إجابة على السؤال الثاني. طيب 2 في كنيسة مش قادرين يحسنوا علاقاتهم مع بعض، فيعملوا إيه؟ يقروا الآية اللي حضرتك قلتيها في السؤال الأول، إذا ذهبت لكي تقدم قربانك على المذبح وهناك يعني قدام المذبح تذكرت أن لأخيك لأختك لزوجك لزوجتك لقريبك لشريكك أيا كان، تذكرت أنه له شيء عليك، أترك هناك قربانك واعمل ايه؟ واذهب اولا واصطلح مع اخيك. هنا الله بيحط مبدا، ايه المبدا؟ ان الغفران قبل القربان. كلمه قربان اصلا الكلمه ماخوذه منين يا حضره قسيس؟ قربان جاي من كلمه تقرب. واحد رايح يتقرب الى الله، لذا سمي قربان. عاوز اقول لك قبل ان تتقرب الى الله الذي لا تراه، تقرب من اخيك الذي ترى. وده بالقرينه مع كلمات الرسول يوحنا، إن كنت لا تستطيع أن تحب أخاك الذي ترى، كيف تحب الله الذي لا ترى؟ عبادتي، العطاء اللي بدفعه، الترنيمة اللي برنمها، الوعظة اللي بوعظها، القداس اللي بحضره، المايدة اللي بتناول منها، والعشاء الرباني، كل ده ربنا مش عايزه، وأنا مزعلك، وأنا مزعل شريكة حياتي في البيت، وأنا مخاصم حد، أنا وكاره حد، بس لو كنت انا المتعدي، عشان واحد ما يخلطش. كتير بتسال السؤال ده في الكنيسه، بس انا ما غلطتش، هو اللي غلط فيا، هي اللي خصمتني، هو لا، لو هو اللي خاصم انت ما عليكش مشكله، بس تعمل محاوله انك تصلح العلاقات. للكتاب المقدس ما قالش استنى لما يجي لك، لا، ان اخطا اليك اخيك مش انتظر، اذهب وعاتبه. قبل العتاب نشكر الله، رفض العتاب والصلح اخد معايا جناب القسيس اسحاق، ما قبلنيش انا والقسيس اسحاق، اخد معايا ناس من الكنيسه ما قبلناش، يكون كالوثني والعشار، لكن لازم اتقرب الى الرب. بمعنى كالوثني لا كالعشار، لان الناس بيساء فهمها بشكل كبير جدا. الوثني والعشار يعني ما يكونش في اي معامله بينك وبينه، ما يكونش في معاملات بينك وبينه، خلاص تقاطعه قطيعه، لان هو رفضك، رفض اخ معاك، رفض الكنيسه، اذا رفض حضور الله في الوسط. طيب الاخت ابتسام كانت من القاهره، كانت بتقول ان هي غفرت لوالدها في فتره، لكن كل ما والدها بيعمل اي مشكله بيجدد الجرح جواه، فهي كده يعني هل هي غفرت ولا ما غفرتش ولا ايه الوضع؟ بص حضرة السيد، ده اللي قلناه من شويه، انه مشكله المراره والمواقف انه الموقف الجديد يصحي كل ما هو قديم. علشان اتشفي من الحته دي خليني شويه ارفع عيني من على بابا وارفع عيني من على اللي تعبني، لاني انا لو فضلت عيني على حضرتك ان انت اذيتني انا همشي وراك بورقه وقلم،
هفضل اكتب القسيس حق عمل كذا، اعتذر اشطب، عمل كذا اكتب اشطب، مش هنخلص. ما توقفش ليه قاضي مستني يغلط وتقول اهو عمل فجدد اللي فات. في كل الاحوال تذكر انه بشر، ومن الاخر كده طلعه منين؟ طلعه من دماغك. الشخص اللي مضايقك وبيغلط فيك وبيسيء ليك لازم يجي عليك وقت تطلعه من دماغك. وازاي يطلع من دماغي؟ احلال وتعويض. تتملي دماغي، يتملي ذهني بكلمة ربنا، بحضور ربنا. وما تتوقعش في الناس كتير، وبلاش يبقى سقف طموحك في الناس عالي علشان ما تتصدمش. احنا على قد ما بنعشم على قد ما بنجرح، على قد ما بنحب على قد ما بنتكسر. فخلاص ما تفكريش بابا عمل وماما عملت، خلي عيني على الرب. ولو عمل ما تزعلش، ولو ما عملش ما تفرحش، خلي عيني اكتر على الرب وصلي له الرب يتعامل معه. طيب معانا اتصال تليفون تاني، زمن الافتقاد من الاردن، اتفضل. الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير قسيس اسحاق، الرب يبارككم من اجل حلقه. شكرا. وبشكر الرب من اجل ابويا الغالي القسيس امجد خليل، هو سبب بركه لحياتي. شكرا. حابب اشارك اتفضل شيء بس عن الغفران ممكن؟ طبعا اتفضل. مش هعرف معنى الغفران غير لما اعرف الرب، وثانيا مش هقدر اعيش الغفران غير لما اطيع الرب وكلمه الرب. وربيعا وشيء مهم، انا لما اغفر بقدم بركة للي قدامي، بقدم له المسيح، لكن عدم غفراني للشخص اللي قدامي بيخلي أولا أنا بتأثر وبعيش في صراع وبمنع البركة. عدم غفراني هو منع البركة. لكن أنا لما أغفر وببص للي غفر لي كل شيء على الصليب، أنا الإنسان البسيط لو ما غفرتش، من الله القدوس البار غفر كل أثام وخطيئة على الصليب، لازم أنا أغفر عشان أتمتع بالبركة، لازم أغفر عشان أتمتع بالسلام. واللي يخليني أغفر هو شخص رب يسوع. أنا أدي للناس أقول لهم أنا عن نفسي الإنسان مش بقدر أغفر، لكن يسوع اللي جوايا هو اللي علمني أغفر. أنا لما أغفر بقدم للناس المسيح اللي هو غفر لي على الصليب. والرب يبارككم. أنا بقلبي إن أنا أصلي لكم دقيقة بس. أتفضل أتفضل حضرتك. يا رب بشكرك يا رب من أجل محبتك، بشكرك من أجل غفرانك، بشكرك من أجل صليبك، بشكرك من أجل عملك. يا رب أنا بضع أخوي يا رب الأسيس يا رب إسحاق والأسيس أمجد، بشكرك من أجل حياتهم. بصلي في اسم يسوع يا رب معونة جديدة، بصلي يا رب قوة جديدة يا رب فيض يا رب، بصلي في اسم يسوع استخدام غير عادي. بضع يا رب أيامهم اللي جاية بين إيديك، بصلي في اسم يسوع كل أيامهم يا رب تكون أفراح من مجد المجد ومن قوة القوة. كل آلة صورت ضدهم لا تنجح، ببطل كل حرب يا رب على حياتهم ليكونوا في الارتفاع فقط. بثق يا رب ان يا رب هتتمد ايدك قدامهم بطريقه غير عاديه، وسوف تصنع بيهم يا رب امور غير عاديه باسم يسوع. بشكرك لاجل الحلقه يا رب، اصلي يا رب ان هذه الحلقه تكون سبب بركه وتغيير لكثيرين باسم يسوع. بثق انك بتسمع يا رب ولك كل اسم. امين. شكرا شكرا جزيلا. آمين. ربنا يباركك. ميرسي. الاخت من اهلا وسهلا اخت رضا اتفضلي. ايوه اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. بقول معلش عايزه اكلم القسيس امجد. هو سامع حضرتك اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك معلش بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله الحلو ده، انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا يعني مفتقدين الحاجه دي. انا بحس ان لحد امتى ربنا بينسانا، واحنا يعني احنا كمان ناسيين، يعني مش هو بس اللي ناسيين، احنا كمان بننسى ربنا، فان احنا بشر. فبيجي على نظام لحظات برضو بيتعب، يعني لو اقول لحضرتك اني بنقف قدام ربنا بنعاتبه ومعاتبة حب، عتاب حب، مش العتاب اللي هو يقول لك انت يا رب لحد امتى تفضل ناسيني، انا وما انا يا رب برضو مش يعني فاهم انت. ربنا حنين، ربنا حنين. امين. الغفران دي نعمة ربنا بينعم عليها لناس، يعني دي نعمة من عند المسيح. ف يعني بستغل الفرصة بقى وانا بكلمكم وبقول لحضرتك ان انا طالبة طلبة صلاة من اجل بنتي. امين. ما مريم. امين. الو. امين. سامعين حضرتك. صلاة من اجل بنتك مريم. من اجل بنتي مريم، اسمها مريم يوسف. مريم يوسف. يعني وبقول لها ان هي وحشت قوي، انا يعني بجد البرنامج ثواني قوي قوي ان انا اتكلم على المسيح وعمل ايديه وعن النعمه اللي ربنا بينعم على الانسان بيها. يعني الله حنين، الله حلو، بيريد ان الجميع يخلصوا له الى معرفه الحق. امين. شكرا 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 لحضرتك، ربنا يباركك.
بسمة من القاهرة، اتفضلي. ألو. ألو، اتفضلي. أخت بسمة، سامعين حضرتك. أنا عايز أكلم القسيس لو سمحت. اتفضلي حضرتك، هو سامعك. نعم. هو سامع حضرتك، حضرتك على الهواء، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. أنا معايا مشكلة مع جوزي في السعودية، محكوم يعني محبوس، وطالبة صلوات البنت تصلوا لي. عليه جلسة. وطالبة صلواتكم تصلوا لي. امين امين، هنصلي من اجله. احنا بنجمع كل طلبات الصلاه وهنصلي في نهايه الحلقه لكل الناس اللي طلبت. امين. ماشي يا اخويا، ماشي، اتفضلي. شكرا. فضل. طيب، كان احنا كنا في مشكله الاخت بسمه، كنا بنتكلم عن مشكله الاب، لكن هي كمان ذكرت حاجه تاني. حساسيس بتقول لو حد من باباها ومامتهم يعني اصيب بالزهايمر، ودي حاله بتكون خطيره وصعبه جدا تواجدها، فايه الغلط انها تعمل كده؟ بالعكس حضرتك، ما قلناش انه غلط، احنا جبناه سيره. بالعكس، ده في ناس اكرم ليهم يروحوا دار مسنين بدل الوحده، بدل المرض. ده دار مسنين نعمه من الرب. دار مسنين النهارده ما بيش مكان اقامه، دار مسنين بقى كنيسه، بقى رعايه، بقى محبه. وانا يعني في خدمتي ياما زرت دور مسنين بيعملوا لهم رحلات واجتماعات. انا كنت مرات اروح ادي المايده والتناول في دور مسنين لناس كبار في السن. كم النظافه وكم الجمال، لا حاجات جميله. انا ما قلتش ما يروحوش، انا قلت انه نروح نزورهم مش نرميهم وننساهم. حتى ولو مش اقول كل اسبوع، كل شهر مره اخد كده الاحفاد والاولاد الصغيرين ونروح ناخدهم يوم من دار مسنين نفسحهم ونرجعهم. لكن بالعكس، دار مسنين ده يا اختي بسمه رحمه كبيره بيهم طبعا. حلو قوي. طيب، احنا اتكلمنا في اول محور الخناقه الزوجيه عشان نفكر الساده المشاهدين اللي معانا. اتكلمنا بعد كده المشاكل للابناء للاباء والامهات، وبعد كده اتكلمنا الاباء والعكس كده. عايزين ناخد محور تاني بسرعه، الاصدقاء. الأصدقاء، أنت عارف الصداقة دي قيمة كبيرة جدا في حياة البشر يعني. بالظبط. وأنت عارف إن الإنسان هو كائن اجتماعي ويحب إنه يتعايش مع الآخرين. بالظبط. فتقول إيه لكل حد النهارده يعني كان ليه صديق أو صديقة، وبعد فترة إن الصديق ده عمل معاه مواقف يعني صعبة قوي كسرت العلاقة، وهو كان شايف إن الصديق ده أكتر من الأخ وإنه موجود معاه. وممكن كمان ناخد محاور العمل يعني في الشغل. أنت بتشوف حضرتك ان ببقى مثلا حد زميلي وانا بحبه ومفروض ان هو بيحبني والعلاقه بيننا كويسه قوي، مره واحده اكتشف ان هو بيضرب يعني اسفين فيا في رئيس العمل. أيوه. ويعمل لي مشكله. ايوه. في الكنيسه، ويمكن الاخت نهال شاركت بحاجه زي كده، ان يبقى اتنين خدام مع بعض ونفاجئ ان بعد ما تنتهي الخدمه انه بيتكلموا على بعض. وان ممكن يكونوا بيجرحوا في بعض، ويكونوا بيقولوا كلام مش كويس على بعضهم. فبيجرحوا في بعض جدا. تمام. فالصداقه ازاي انها تكون لها حدود معينه، بما يعني يساعد ان ما يكونش في وقت يبقى في صدمه كبيره ما بين الاثنين الاصدقاء. بص حضره السيس، عموما العلاقات عامله زي العربيات. لما بنكون ماشيين على طريق واحد، حضرتك سائق العربيه، فبتسيب مساحه بينك وبين العربيه اللي قدامك. ليه بتسيب مساحه؟ عشان وارد العربيه اللي قدامك تقف فجاه او يفرمل او يعطل هتخبط فيه. دايما خليك ماشي على سرعه اللي قدامك وسيب مساحه. نفس الفكره في الصداقات وفي العلاقات. طول ما في مساحات وحدود في العلاقات تظل العلاقات قائمه. لكن اول ما بترفع الحدود بتضيع الكرامه والاحترام والثقه والكلام ده كله. علشان كده وارد جدا في الكنائس، في الشغل، في اي مكان، في الجامعه، في المدرسه، ان احنا بنخسر اصدقاء. لكن لازم نفهم انه الصداقه علشان تستمر لازم يكونوا الاثنين في تكافؤ بين الاثنين. انا مش بصادق اي حد، انا ممكن ازامل اي حد بحكم الشغل، بحكم تواجدي في مجتمع معين، لكن عشان فلان صديقي لازم بيكون في بعض الصفات اللي بناء عليها انا بقول فلان ده صديقي او فلانه دي صديقتي. لكن لما اشعر بخيانه، اشعر بغدر، اشعر انه صديق عمل اي موقف مش كويس، انا محتاج اني اعاتب. افضل حل هو العتاب، افضل حل هو المواجهه. ما ينفعش اخزن في الصندوق الاسود اللاوعي، زعلني، ضايقني، جرحني، افضل اشيل 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 جوايا وانفجر مره واحده وافصم عرى العلاقه واكسر العلاقه مره واحده. لكن محتاج اني اقعد معاه، اقعد معاها، اعاتب، اواجه، ونبدا احنا الاثنين نقرب وجهات النظر.
استجبنا، قربنا وجهات النظر، امين، ترجع الميه لمجاريها. لكن لو استمر الخلاف، لا، لازم هنا وضع الحدود والابتعاد. انا بتكلم عن العلاقات العمليه اللي بره، لكن لو في الكنيسه، لا، في الكنيسه بنحاول احنا الاثنين نقرب من بعض، واحد يغفر واحد يسامح. لو هما الاثنين مش طايقين بعض، هنا لازم من دخول الطرف الثالث. مين الطرف الثالث؟ السؤال سالته الاخت نهال. الطرف الثالث قد يكون راعي الكنيسه، الاب الكاهن، اب الاعتراف، مرشد، مسؤول الخدمه. لازم يدخل طرف يقرب وجهات النظر. ان لم تقرب وجهات النظر، اعتقد الافضل شخص منهم يتحرك لخدمه ثانيه، لانه الضحيه هنا مش الاثنين، خدمه الرب هي الضحيه. كان في اثنين اخوات في كنيسه فيليبي، الاثنين بيحبوا الرب والاثنين مؤمنات والاثنين تقيات، بس كان عندهم كل واحد ليه فكر اتجاه. كل واحد ليه اتجاه. قال لهم اطلب الى افوديه والى سنتيخي ان تفتكرا فكرا واحدا في الرب. ايه الفكر الواحد؟ خدهم على الرب يسوع. فيليب 2:5، الذي لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه. حد فيكم يتواضع، حد فيكم يعديها، حد فيكم يتنازل علشان الخدمه تمشي. لكن مهم جدا يا ابونا نتكلم عن فكره الحدود. ابراهيم كان بيحب جدا جدا لوط، لكن في يوم من الايام قال له اعتزل عني. لو في شخصيه تدخلها في بيتي، تدخلها في خدمتي، تدخلها في أسرتي، تدخلها في حياتي هينكد علي الخدمة ونكد علي الشغل ونكد البيت، حتى لو كان قريب، حتى لو كان صديق، حتى لو كان خادم، حتى لو كان أخوه، شكرا، خلي في حدود. إبراهيم قال له لوط كده، قال له نحن أخوان، عشان نفضل إخوات اعمل إيه؟ اعتزل عني. إن ذهبت أنت يمينا أنا شمالا. ده ممكن سكنة في بيت واحد تجيب النكد. لما بيطلعوا بيبعدوا يحبوا بعض، لما يسكنوا فوق بعض في شقتين ولا في شقة واحدة يأكلوا بعض. إذا الابتعاد ووضع الحدود بيقيم العلاقات. ومع ذلك رغم أن إبراهيم اعتزل على لوط، أول ما سمع أن لوط تم سبيه جري وأنقذ لوط، وكان بيتشفع ويبكي أمام الرب لأجل لوط وسدوم وعمورة. يعني أنا يعني مبسوط جدا من كلام حضرتك عزيز، لكن بحس الناس بتستغل خاصة الفكرة بتاعت إبراهيم ولوط دي استخدام خاطئ. يقول لك ما لا اعتزل عني، يعني زي حد بيدور على شماعة والأمر يستند عليه. الكتاب قال السند، يعني بالزبط. خلاص في ايه بعد كده؟ فبنلاقي ان في علاقات كثيره متباعده ما بين بالزبط. سواء الاخوات مع بعضهم، سواء في الكنيسه مع بعضهم، وده يمكن كمان بيساعد على فكره الشلاليه. تمام. يعني تمام. الشله دي هم بيحبوا بعض، بيقبلوا بعض بالزبط. طب على جنب بالظبط، والشله دي بيحبوا بعض، طب خلاص موجودين في حته ثانيه. تمام. فده بيعمل تمزق في جسد المسيح. تمام. هو في مشكله، فازاي نحن نقدر نعمل توازن ما بين ان انا اعتزل لما احس ان العلاقات هيبقى فيها بالزبط. مشاكل كبيره بالزبط. وفي نفس الوقت ان انا احافظ على السلام العام ووحده جسد الرب بالظبط. بص حضره السيس، في فكره حصلت قبل اعتزال لوط وابراهيم وفكره بعد. لو ركزنا فيهم نفهم الكلام اللي جنابك بتقوله. امتى ابراهيم قال له لوط اعتزل عني؟ ما انا لو مش طايقه ما كانش اصلا جبته معاي من اور الكلدانيين، كنت طول حبيبي ربنا قال لي اذهب من ارضك من عشيرتك واقعد مكانك، لكن خده معاه وبيحبه. امتى قال له اعتزل؟ وحدثت مخاصمه بين رعاة ابراهيم ورعاة لوط. ابراهيم بالحس بتاعه قال لك لا، النهارده رعاته ورعاته مسكوا في بعض، بكره احنا الاثنين هناكل بعض. لما تبقى الدنيا ماشيه ليه احط حدود؟ طالما بنخدم حلو وربنا مباركنا، طالما ساكنين في عماره واحده والدنيا لذيذه، طالما احنا عيله واحده مع حماته ومراتبنه ماشي اوكي. لكن لما احس ان وجود الاهل، وجود هذا الاخ، هذه الاخت، هذا الخادم، هذا الصديق، هذه الصديقه، بيكهرب البيت، بيوتر الخدمه، بيخلينا شغالين بالجسد، هنا لازم احط حد واقول اعتزل، مش بتلكك. انا لقيت سبب خلاني اقول له اعمل ايه؟ اعتزل عني. والدليل انه لما قال له اعتزل عني كان بيحبه، انه لما تعرض لوط زي ما قلنا للسبي راح جري عليه وانقذ لوط. اذا انا بحبه، بس اعتزل علشان مش عايزين مشاكل بيننا وبين بعض. حلو يا حاسيس. طيب انا دلوقتي سمعت كلام حضرتك واتشجعت بيه جدا. قررت ان بعد الحلقه دي ان اخد خطوه ايجابيه في حياتي، ان انا اغير اتجاه تفكيري بالكامل. امين. أنا عندي مشاكل مع صديقي. تمام. عندي مشاكل مع مراتي. تمام. عندي مشاكل مع بابا. بالظبط. عندي مشاكل مع ابني. كل الحاجات اللي احنا سمعنا عنها. تمام. أنا عايز بس مش قادر. تمام. يعني ما عنديش المقدرة إن آخد الخطوة دي في حياتي إن أنا أغفر، يعني أنا نفسي من جوايا بس مش قادر. فهل
نقدر كده واحنا بنقرب على ختام الحلقه ان احنا نحط افكار عمليه جدا. زي ما بدانا الحلقه بتاعتنا قلنا ان احنا عايزين نكون موجودين على ارض الواقع، مش عايزين نتكلم من على منبر بعيد والناس تحت مش قادره تعيش الكلام ده. الناس اللي بتفرج علينا النهارده اللي اتشجعت بكلمات حضرتك اللي انت شاركت بيها ومن جوه قلبهم عايزين يعملوا الخطوه دي، يقدروا يعملوا ايه يعني عشان خاطر ياخدوها بشكل عملي؟ تمام. خليني أبدأ بكلمة قالها صديقي العزيز من الأردن زمن الافتقاد. قال فكرة مهمة جدا ودي خلاصة الموضوع يا حضرة القسيس، إنه علشان أغفر أنا كان عليا ما أقدرش أغفر، فاقد الشيء لا يعطي. الجسد اللي إحنا فيه أو اللي هو فينا ده ما بيحبش الغفران، إحنا فينا الكبرياء، فينا الأنا، فينا الذات، فينا الكرامة. مين هو عشان يقول كده؟ مين دي؟ لا لا، أنا علشان أقدر أغفر لازم الأول أكون خدت لمسة منه، خدت نعمة منه. ما هو أنت عايش في مجتمع ماشي بالفكر عين بعين وسن بسن. ده المجتمع اللي احنا فيه، وده المجتمع اليهودي كان. والرب قال سمعتم أنه قيل، واللي بيسكت هو الهفية، هو اللي بياخد على دماغه، هو اللي بيبقى ملطشة للناس. لكن لا، أنا لازم أكون خدت نعمة من الرب عشان أقدر أغفر. ده بولس فاهم غلط أيام ما كان شاول، لقى ناس يعني بالنسبة له تعلم تعليم غلط كان بيخليها بتدبح زي داعش، كان بيقطع رقاب الناس. لكن الراجل ده لما النعمة اتعاملت معاه، فاكر جنابك كنا بنحكي النهاردة قبل الهوى في الآية اللي حضرتك كنت بتقول قالها الرسول بولس، نشتم فنعمل إيه؟ فنبارك، يفترى علينا فنعظ، صرنا وسخ كل شيء، أننا لأجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم اللزق. أنت تعمل ده كله؟ ده أنت كنت بتضايق، ده أنت لما كانوا بيرجموا اسطفانوس كنت بتحرس الثياب وكنت راضيا بقتله، ايه اللي جرى لك؟ خد لمسه، خد نعمه. انا عايز اعلق على برضه كلمه قالت احدى الاخوات لازم نقف قدامها، قالت اصل الغفران ليه ناس، لا ده كلام مش صح. الغفران مش ليه ناس، الغفران لكل الناس، بس اللي يفتح قلبه، اللي يدي للرب فرصه انه يملى قلبه ويملى حياته، الرب يديله القدره على الغفران. طب احنا يعني قدامنا دقيقتين ثلاثه قبل ما ننهي البرنامج، فانا عايز هقول مقوله أمين. ومن خلالها عايز حضرتك تعلق عليها فضل. ونصلي الإخوة اللي هم طلبوا الصلاة. في مقولة بتقول إن كل شخص لا يغفر يجد الشيطان يسبقه عند الوسادة. تمام. يعني لو هو قرر إن هو مش هيغفر، أول ما هيروح عند الوسادة يجي ينام هلاقي الشيطان مستنيه هناك. بالظبط. عايزين تعليق نهائي وبعد كده هنصلي وعايزين نعرف إيه مخاطر من خلالها عدم الغفران. التعليق يا حضرة السيسي اللي قلته صح جدا، لأنه الشخص اللي ما بيغفرش جواه مرارة بالطرد، حتى على الوسادة، حتى على سرير النوم. الجسد ممدد على السرير لكن الدماغ شغالة بتفكر. تقريبا القديس يوحنا فم الذهب اللي قال العبارة دي، قال إن الشخص الذي يحقد على الآخر ولا يغفر له أشبه بمن يشرب السم وينتظر من عدوه أن يموت. يعني أنا بحقد عليك، أنا مش قادر أغفر لك، أنا متضايق منك. الحقد ده كأني بشرب شوية سم وعايزك أنت اللي تموت. أنا اللي بتمرمر. صح. هو بينام في بيته وأنت مش قادر تنام، هو بيلعب وبيهيص وعايش حياته وأنت دمك بيغلي. صح. يبقى أنت كده شايل نار جواك. علشان كده صلي واغفر، وصدقني جربها كده بشكل عملي. انطق اسمه. أمين. وانت متضايق منه الرب هيتعامل معك. امين. اشكرك يا قسيس، ربنا يباركك. هنصلي دلوقتي، عندنا الاخ حسام والاخت مريم يوسف. أمين. والاخت اللي كانت طالبه صلاه من اجل زوجها. أمين. اللي محبوس في السعوديه. أمين. ومرات الاخ اللي هي عامله مشاكل وحبيب. أمين. ان مراته ترجع من القليوبيه، وبنت. أمين. الرب بتصلي من اجل اختها نيفين. خلينا نغمض عينينا كلنا مع بعض، مش احنا بس اللي هنصلي لكن كل اعزائنا المشاهدين اللي بيشاركوا معانا. احنا واثقين ان في ملايين بيتفرجوا على الحلقه النهارده. عايزين نتحد كلنا وكل ما تطلبونه في الصلاة بالإيمان. خلينا نصلي مع بعض. يا إلهنا الكريم المبارك، يا رب من كل قلب نشكرك ونعظم جلالك. أشكرك. لأنك إله صالح والأبد رحمتك، ولا دور فدور أمانتك. نعم. يا رب نشكرك لأجل كلامك، مكتوب أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس. يا رب أصلي النهاردة تكون الكلمة اخترقت قلوب يا رب كثيرة. يا رب النهاردة تكون أرسلت كلمتك لكل حد مجروح يا رب وتعبان ومتألم نتائج يا رب عدم الغفران. نشكرك لأنك ترسل الكلمة فتشفي يا رب الأعماق الجريحة. يا رب أنا بصلي لكل إخواتنا اللي طلبوا الصلاة، يا رب اتعامل معاهم. أنت اللي تقدر تتمجد يا رب في كل الأمور. مكتوب عن شخصك الكريم قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا
أعصر عليك يا رب. يا رب عندنا إيمان في شخصك النهاردة إنك تصنع عجبا. ويا رب هيكونوا إخواتنا بيجوا يشاركوا في الحلقات اللي جاية عن اختبارات يا رب حقيقية يا رب عن إيمانهم اللي كان ثقتهم اللي كانت موجودة يا رب وقد إيه إنك استمعت واستجبت. شخصك كل إكرام وسجود وعبادة من أنه إلى أبد. آمين.